اذكر اول ما رحت في كندا استلم شهادتي بالفتنس، طلبوا مني اجيب شهاده ودوره في فيرست ايد اللي هو الاسعافات الاوليه، فجبت الشهاده عشان استلم الشهاده الثانيه، ورحت قدمت اشتغل وظيفه في مدرب في بريمير فتنس كلاب، ولازم اساس عندهم منه مع شهادتي شهاده الفيرست ايد، وكان كل سنه لازم اجددها حتى تستمر وظيفتي معاهم كمدرب، وهذا شيء طيب يعني. يعني اتمنى انه يكون هني كل مدرب عندنا في الكويت عنده هذه الشهاده الفيرست ايد اسعافات الاوليه، واتمنى حتى كل انديه ان ما يعني ما توافق على توظيف مدرب الا يجيب شهاده فيرست ايد، لان انت احنا امانه قاعد ندرب ناس زين وحق انفسنا بعد، يعني انت طالما قاعد تتمرن تعرض راح تتعرض لاصابات، لان الاصابه هي ضريبه لازم ندفعها سواء صغيره ولا كبيره، احنا لازم ندفع الضريبه هذه. فشلون تعالج الشخص قبل لا توصله او قبل لا يتي الاسعاف او قبل لا توديه حتى انت المستشفى ولا شيء، شلون تعالجه اسعافات اوليه تنقذه زين، تمهد يعني علاجه قبل لا تي شو اسمه. اذا انت ما تعرف شيء شو تسوي بالطالعه تتالم وكذا، فلازم انت يعني انت المفروض تكون اخبر من غيرك في الاسعافات الاوليه. فسهله جدا الحمد لله منتشره بالكويت بكل مكان، وحتى بدول الثانيه غير الكويت منتشره زين، ما عليك انك تاخذ هالدوره واللي راح تستفيد منها. عموما الاسعافات الاوليه فيست ايد هي يعني طويله وايد ومتشعبه، ما بتكلم عنها بالدقائق هذه زين، ولكن بتكلم عن شيء يسمونه الرايس، مصطلح رايس اللي هو الرايس اللي عيش الرز زين، RICE. شنو المصطلح الرايس هذا؟ الار يعني stands for يعني ترمز الى اللي هو الرست الراحه زين. اذا انت قاعد تمرن ويتلك الاصابه على طول وقف، ما في زين، انت قاعد تمرن برا بالشمس ويتلك ضرب ولا شيء وقف، لا تقول بكمل حين بوصل، لا 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 وقف، ما في روح تعال زين. انت قاعد تمرن وريول مثلا وايدك يعني يا له شيء وشقت ايدك مثلا او اي مكان جسمك مو ريولك اللي قاعد تمرن، هم وقف، لا تقول لا هذه ما لها علاقه بهذه، لا لا طالما في دم ودين وقف تمرينك. طبعا العضله المصابه راح تحس انها شديده شويه وممكن ما تكمل تمرينك، انت اوريدي راح توقف زين، بس اذا حسيته ولو خفيف وقف. فالرست وايد مهم الراحه زين. عندنا الاي رايس، الاي هو الايس الثلج، الثلج وايد مهم حتى يمنع التورم ويمنع النزيف الداخلي اذا كان بيتواجد زين. فالايس ما تحطه مباشره، الثلج ما تحطه مباشره على الجلد عشان لا يحرق الجلد وكذا، ولكن تحط مثل خرجه كلينكس فوطه اي شيء، بس ما تكون سميكه وايد حتى لا البرد يطول ما يوصل، وحطها ثلث ساعه تقريبا كافي، بعدين ريح شويه تكملها ثلث ساعه الى ان توصل الاسعافات لك زين. هذا بالنسبه طبعا اذا استمرت يعني اذا تعالجها بروحك لمدة يعني أكثر من 48 ساعة لازم تراجع طبيب، إذا ما رجع الطبيب زين، بس هي ممكن لها 48 ساعة زين. خلصنا من الآي الثلج، عندنا السي رايس، عندنا السي، السي له كومبريشن الضغط زين، لازم تضغط على المنطقة المصابة، إذا عندك جرح اضغط عليه، حط شيء واضغط عليه زين، حتى لا الدم ما تبي تفقد كمية الدم المقصود منها زين، وكذلك حتى لا يصير تورم خاصة إذا عندك شد ما شد ولا تمزق داخلي ولا شيء، اضغط عليها بس. ولكن بالنسبة للضغط حطك ضبابة اللي يعني لاستيك بانديج اللي هو مطاطية شوية زين، بس لا تكون شديدة حيل، إذا شديدة حيل راح تحس إن تحتها يكون الجلد وارم زين، هذا معناه شديدة حيل، أو تحس تنمل شديدة حيل، تحس في برودة معناه شديدة حيل، لازم تخفف عليها شوية زين، بس ما تدخلها خفيفة كلش ما لها فايدة، لا حطها شوية تشد عليك، هذه ضبابة وممكن تستخدمها طالما الورم موجود. طبعا هي وظيفتها أن تخفف الورم زين، وتحفظ الأوتار والعضلة من يعني تنزلق الأوتار خاصة من مكانها. فإذا الضبابة وايد مهمة استخدمها، وحتى مثل ما قلنا توقف الدم، فاستخدمها لمدة حتى لو 48 ساعة ماكو أي مشكلة فيها. هذا بالنسبة للضبابة اللي هو السيل كومبريشن. عندنا الإي رايس اخر شيء اي اللي هو اليفيشن الارتفاع زين، ضروري العضله المصابه او الجرح اللي عندك ارفعه اعلى من مستوى قلبك، تقدر تنام بالارض تحط ايدك فوق ريولك فوق زين، راسك اعلى ممتاز، ما تقدر انت واقف ارفع
اللي اذا ترفع ريولك ارفعها فوق بسون اكثر من مستوى قلبك، لان المضخه هذه قاعد تضخ دم لفوق، فكما العضو يروح فوق لما يكون صعب عليها يوصل لها. فتخيل انت حاط لها ضباب الامور كلها ورافعها فوق، فكميه الدم راح يوصلها قليل، فما راح يصير عندها تورم حيل ولا راح يصير عندها نزيف داخلي ولا خارجي، انت قاعد تقلل قدر الامكان. هذا اللي هو الرايس، الرايس RICE. زين، بعضهم يحط قبلها بي، حرف البي، فتصير برايس يعني سعرها برايس، بس مو منتشره وايد. البي يعني ترمز الى اللي يسمونه بروتكشن، الحمايه. زين، شلون يعني بروتكشن حمايه؟ يعني مثلا انا قاعد امشي برا جتني ضربه شمس، ما يكفي ان ناس انا شخص مثلا يسعفه او انا بسعف نفسي، ما يكفي ان بس ابرد على نفسي كذا، لا لا، لازم اخلع عن الشمس نفسها. زين، فاذا حمايه، احمي نفسي من الشمس. اذا بسبب رطوبه ما رطوبه اودي مكان فيه تهويه، زين، عشان احمي نفسي. زين، والعكس شديد، اذا كان برد شديد حيل خلاك تدخ وده مكان دافي. فالفكره كلها الحمايه، انك تحمي نفسك من موطن اللي انت فيه. طبعا هذا بالانجليزي، واحد يقول لي كابتن انا وين اعرف انجليزي، ايش احفظ لي برايس وبعدي رايس؟ زين، فانا سويته يعني مصطلح عربي، كلمة كذي بالعربي إن شاء الله يعني تسكر، أنا مو موجودة من عندي هذه، بس خليتها اللي هو تبرك، تاء وباء وراء وكاف. تبرك، التاء هو التوقف مثل الرأس، توقف على طول يعني من تمرينك. زين، تبرك، والباء البارد مثل الثلج، الآيس. فحط انت الطبق اللي قلنا عنه عن الثلج اللي هو البارد، باء. وعندنا الراء اللي هو الرفع مثل elevation، ارفع اللي احنا قلنا عنه. واخر شيء الكاف اللي هو الكبس، الضغط، اكبس، اكبس على المنطقة اللي انت فيها. زين، فهذه هذا المصطلح تاخذه بالانجليزي رايس، تاخذه بالعربي تبرك، كيفك. ولكن اهم شيء حاول دور لك دورة تعلم اسعافات اولية، تنقذ نفسك تنقذ غيرك، تحيي انسان، يمكن تاخذ اجره ان شاء الله من غير ما ينقص من اجره شيء.